الإقامة الروسية هي أحسن إقامة ممكن تاخدها يمكن في شرق أوروبا كلها. الإقامة الأوكرانية هي أحسن إقامة ممكن تاخدها بره الاتحاد الأوروبي. السلام عليكم، معاكم محمود من قناة ترو لايف وصراع الإقامات. النهاردة أنا حكم بين شخصين، كل واحد بيدافع عن الإقامة بتاعته، كل واحد هيعرض لكم مزايا الإقامة وعملها إزاي وإيه عيوب الإقامة التانية. هنشوف مع بعض، تابعوا وشوفوا الخناقة بتاعة الإقامات. الإقامة في روسيا بتتعامل، أي نعم بتقعد 4 شهور لكن صلاحيتها 3 سنين، وبندفع فيها مثلا 1500 ولا 1400 روبل، مبلغ قليل. 1500 روبل دول يسوا إيه؟ هحسبها لكم بالدولار، يعني حسبة 22 دولار حاجة كده يعني. بالإقامة المؤقتة في روسيا بتديك الحق ان انت تتجول في روسيا كلها، وروسيا كلها دي كبيرة جدا، يعني حوالي مش حوالي ده بالظبط 22 ريسبوبليكا، يعني 22 جمهورية بالاضافة ل 46 اوبلاست، يعني حاجة زي الجمهورية بس اصغر شوية، غير المناطق اللي هي بيسموها بقى ايه كراي وحاجات من دي، يعني مساحات شاسعة جدا بإقامة واحدة لمدة 3 سنين ب 22 دولار يا بلاش. الإقامة المؤقتة في أوكرانيا ب 100 دولار أو يمكن أقل، يعني حوالي 2500 جريفنة، بتطلع في 15 يوم، بيطلبوا منك ترجمة الباسبور وريجستراتسا إثبات السكن وكم صورة، 3.5 في 4.5، وبتطلع بعد 15 يوم بقول، وتمسك الكارت في إيدك وساعتها يبقى ليك حق الدخول والخروج في أوكرانيا زي ما أنت عايز. ومعروف ان اوكرانيا داخله على اتحاد اوروبي قريب، يعني الكارت ده هيفتح لك ابواب كتيره جدا. في روسيا ايجاد العمل سهل، انت بالاقامه المؤقته ليك حق العمل، ممكن تعمل في اي حته لو انت معاك اقامه دائمه في اي مدينه، لكن في الاقامه المؤقته معلش بتبقى في نفس المدينه. في روسيا اقتصاد كبير، ممكن بتاخد مرتبات الحد الأدنى للمرتب أو المتوسط المرتب في موسكو وسانت بيترسبورغ أكبر من دول تانية زي أوكرانيا وزي بيلاروسيا، فدي ميزة. أضف إلى ذلك إن فرص العمل أكتر، ضعف 3 مرات أو 4 مرات الدول المجاورة. برضه الإقامة المؤقتة كمان من مميزاتها في روسيا إن هي بتخليك زيك زي المواطن الروسي، يعني تقدر تتملك، تقدر تفتح بيزنس ويبقى ليك نشاط، ويبقى ليك تشتري ارض لو انت عايز، يعني ما انتش غريب، تقدر تعمل اي حاجة، وبرضه تطلع وتسافر وتخرج وتدخل تاني على البلد بدون اي مشاكل. وجنب ده ما ننساش ان صلاحيتها 3 سنين، يعني 3 سنين حتى لو واخد الاقامة المؤقتة بدون جواز تقعد 3 سنين تطلع وتخرج من البلد، محدش بيقولك انت بتعمل ايه، ودي ميزة تميزها عن دول تاني. الاقامة الاوكرانية بتطلع من اول مرة، يعني ايه ما تقعدش مثلا تقدم ورق وبعد كده يقولوا لك لا في ورق ناقص، تعالى تاني بعد 10 ايام، ولا هات شهادات طبية، لا هات الفيش والتشبيه من بلدك، مفيش الكلام ده عندنا. بالنسبة للشغل انت ممكن تشتغل وانت معاك الاقامة المؤقتة، مش هيبقى رسمي بس تعرف تشتغل، انت في امان، معاك اقامة مؤقتة، معاك الكارت، اماكن عمل كتير هتطمن لك وهتشغلك، ما عندهمش مشكلة ان انت اجنبي ما دام معاك برضو الكارت. وزي ما بكرر واقول ان الاقامة في اوكرانيا المؤقتة بتطلع من اول مرة، ما يقعدش يرفضك ويقول لك قدم تاني واخرج وادخل، ما عرفش حد الا وقدم وخد الاقامة على طول وبعد كده خد الاقامة الدائمة والجنسية. ومين قال ان المرتبات وحشة في اوكرانيا؟ ناس كتيرة أعرفهم شغالين فوق ال 12 و 13 و 25 و 26، يعني 26 ألف، كل ده يعني 26 25 ألف، ده يعني 1000 دولار، كل المبالغ دي على ناس شغالة ما هوش وزير ولا حاجة، ممكن مدير مطعم، ممكن مدير صالة، مثلا صالة ايه، مدير مطعم، في مدير فندق، في مدير صالة رياضية بتاع جيم، وظائف كتيرة، وبتدي المرتب ده 1000 دولار، يعني ممكن انت بسهولة بعد سنة سنتين تتحصل على المرتب ده في اوكرانيا بالاقامة المؤقتة. انا بالنسبة لي ما اشتريش سمك في مية، انا ما بعش نفسي كده في بلد واقول الاقامة المؤقتة يمكن تشغلني يمكن ما تشغلنيش،
انا الاقامه المؤقته في روسيا تشغلني هوا اي وظيفه، كله يقبلني، محدش يقلق محدش يخاف. طول ما انت في روسيا معاك اقامه مؤقته 3 سنين حاطط رجل على رجل. في بلاد تانية يقول لك لا، كل سنه تعالى جدد الاقامه المؤقته، وملكش حق الشغل، وملكش وملكش وملكش. اختار انت بنفسك، شوف الاقامه الانسب لك، الاقامه اللي في روسيا اللي 3 سنين، ولا الاقامه التانية ام سنه. انا كمان مرهنش نفسي واقدم ورق قد كده ملوش اول من اخر على اقامه ممكن تيجي ولا ما تجيش بعد 6 شهور، وبعدين يقول لك اشتغل في مدينه واحده، ما ينفعش تشتغل في مدينه تانية. ايه يا عم الخنقه دي؟ وعلى فكره بقى في روسيا المرتبات عدله بس في موسكو وسانت بيترسبورغ، بقيه المدن في التعبان. اقل مدينه في اوكرانيا بتاخد اكتر منهم، مثلا الناس في سيبيريا ولا في كراسنودار بياخدوا مثلا حوالي 300 دولار. اقل واحد موجود في مدينة سومي ولا فينيتسيا بياخد هو ال 300 دولار ده. وبيعمل ايه؟ يعني ممكن يكون دي واحدة اللي شغالة كده وبتاخد 300 دولار في روسيا، شغالة تور اجينست، يعني شغالة في شركة سياحة، يعني مديرة شركة سياحة او فرع شركة سياحة، وبتاخد 300 ولا 350 دولار، بينما بتاع الشاورما في فينيتسيا بياخد 300 دولار. بذمتكم ايه؟ يعني تفهموا ايه من المعادلة دي؟ هو اصلا مين قال ان الناس في الاقاليم ولا في كراسنودار ولا الحتت اللي بتقول عليها بتاخد 300 دولار؟ اكيد بياخدوا اكتر من كده، انا ما اعرفش بالظبط، بس اسمك حتى لو شغال بالمبلغ ده اسمك شغال رسمي وليك تأمينات وما تخافش من اي حاجة. بينما في دولتك في اوكرانيا الدنيا اخبارها ايه؟ انت شغال ومش شغال، لا ليك تأمين ولا ليك أي بدلات ولا أي حاجة. أنت في أي وقت يجي كبسة يقول لك امشي من الباب الوراني ويهربك، مالكش استقرار في أي وظيفة وما تعرفش تستقر في أي وظيفة، لازم الإقامة الدائمة عندك. هنا الإقامة المؤقتة تديك تدي الإقامة بتاعتك على عينها 3 مرات في 3 سنين. وكمان تعالى هنا بقى، الإقامة أصلا بتتاخد في روسيا ممكن بالجواز وممكن بغيره، عندك أنت مزنوق لازم على الجواز بس. وكمان الجواز في روسيا اسهل، انت لو راجل مسلم هتلاقي مسلمات بالعشرين مليون نسمة مسلمين موجودين في روسيا وفي مدن كتير، مش متكتلين في حتة. يعني ممكن تلاقي مسلمة هنا 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 في موسكو حتى في سان بيترسبورغ وتتجوز وزي الفل، لكن عندك في بلدك انت مجبر تاخد واحدة مش من دينك وتقعد تعاني بقى مع العيال ومعاها هي شخصيا، صح ولا ايه؟ مين قالك ان اوكرانيا مفيهاش مسلمين؟ لا فيها، ومش بس في انت فكرك انا عارف قصدك على ايه، قصدك على القرم، مش بس على القرم فيها مسلمين، لا في مسلمين في حتت مختلفة يمكن قليلين شوية بس موجودين. وعلى فكرة الأوكرانية لو عايزة، لو انت عايزة تخش الإسلام هتخش الإسلام أسهل من عندك في روسيا، هناك متمسكين بدينهم أكتر. وبلاش بقى حتة الكلام في مواضيع اختلاف الدين والكلام ده، لأن عندك مشاكل كبيرة أكبر بكتير من اللي موجود عندنا في أوكرانيا. وبمناسبة الجواز بقى، عندنا الاكسبريس براك، الجواز السريع اللي هو في يوم واحد. عندك انت في روسيا جواز سريع؟ انت لو رايح قاعد 3 شهور ما تلحقش تعمل جواز واقامة، لازم يقولك تخرج وتدخل تاني. لكن عندنا في اوكرانيا لا، انا اقدر اتجوز واقدم على الاقامة وانا قاعد في نفس القعدة، واستلم الكارنيه واروح بلدنا وانا معايا عقد الجواز وكارنيه الاقامة. اهلا بيك. انا مش فاهم مشاكل ايه اللي بتتكلم عليه في روسيا، مشاكل مع المسلمين انك تلاقي مسلمات؟ لا لا يا حبيبي، عرفني طيب المشاكل دي عبارة عن ايه. ده واحد. اتنين، بالنسبة للإقامة، مين قالك انك ما لازم تطلع وتدخل؟ دلوقتي الإقامة بقت بعد 4 شهور مش 3 شهور، ده رقم واحد. اتنين بقى، الجواز السريع عندكم في اوكرانيا ماشي، بس انا في روسيا اصلا مش محتاجه، انت محتاجه في اوكرانيا لان بيديك فيزا شهر، متبقاش عارف تعمل ايه ولا ايه ومش ملاحق وعايز تدفع فلوس كتير عشان تخلص الجواز بسرعة. احنا عندنا الجواز يا عم ب 350 روبل، وبعد الميعاد بعدها بشهر، يعني مش فارقة كتير، بس الدعوة 3 شهور، تقعد زي ما انت عايز 3 شهور. عندك انت دعوة 3 شهور؟ مفتكرش، ولو فيه مش هدوها لك في السفارة اصلا. نفتح مخنا كده شوية ونقول الحقايق وبلاش كذب. وكمان انت قصدك على مين بقى المسلمات اللي في اوكرانيا ان شاء الله؟ الأوزبكيات ولا الطاجيكيات ولا الأفغانستانيات والباكستانيات والحاجات اللي بنشوفها هناك دي؟ قصدك على دول؟
هما دول اللي العرب هيجوا لهم من اخر الدنيا عشان يتجوزوهم في اوكرانيا، دول بقى ايه معاهم اقامة مؤقتة ولا دائمة ولا واخدين الجنسية امبارح؟ مش عارف انت يعني قصدك على مين من المسلمات، انا ما شفتش بصراحة او ما اعرفش، عرفني بقى. مش عارف انت مشاكل بتاعت المسلمين في روسيا، عرفك. عارف انت الناس اللي بتحب تتجوز من الشيشان وداغستان ويقولوا لهم مذهبك ايه واختلاف المذاهب ويتطلقوا بعد شهرين وتقول له لا ده انت راجل متسيب واختلاف العقائد يا معلم. اه مسلمين بس ما يقبلوش يجوزوك بناتهم، معظمهم كده وانت عارف المعلومة دي. وانا براوكش على فكرة الا كذيب، كل الكلام اللي بقوله ده صح واكيد، وما بحورش في اي حاجة وغير الموضوع. ايوه مالهم مثلا المقيمات الاجانب اللي هم من افغانستان وباكستان واللي انت بتقول عليهم دول، ومن طاجيكستان واوزبكستان، في منهم حلوين وفي معاهم الجنسيه، دخلك ايه؟ ولا انت عادتك في روسيا خليتك خلاص فاشي بقى وضد العناصر الاخرى؟ في عنصريه كده عندك مثلا؟ وبعدين تعالى هنا بقى، هو اصلا المسلمات بيرضوا يتجوزوا من العرب كده سهل عندكم؟ ده اصلا الاوزبكيين والطاجيكيين والاذربيجانيين الازريين بيخشوا بلدكم من غير فيزا، بيخشوا روسيا من غير فيزا وبيتجوزوا من البنات. هل مخليين مسلمات لحد تاني؟ المسلمات بيخلصوا اول باول يا معلم، ما عندكش حد تتجوزه وتاخد على قفاه الاقامه. اذا كان على الاوزبكيين والطاجيكستان والتركمان والناس دي بياخدوا، بيجوا بعيلتهم ما بيجوش لوحدهم، بيجي بمراته، قليلين قوي اللي بيتجوزوا من الروس اذا كانوا روس ولا مسلمين ولا مش مسلمين. دي اول حاجة. غير كده الازريين بيخشوا اوكرانيا من غير فيزا وبرضو بيتجوزوا نص بناتكم او نص البنات الاوكرانيات، ومش سايبين لك حاجة، مش سايبين غير الرديف والصف التاني والتالت، وانت فاهم انا قصدي ايه. غير كده الاتراك بيخشوا اوكرانيا بالاي دي، بكارت الهوية الخاص بتاعهم، وبرضو بيتجوزوا اوكرانيات كتير، ومش سايبين لكم غير الوقيع واخر اخر الصف من الاخر. طب يا جماعة هنوقف الخناقة على كده، لان احنا بدأنا نخرج عن موضوع الحلقة، هو عن الاقامات مش عن الجواز وعن الناس اللاجئين والكلام ده. فاحنا الحمد لله اعتقد ان الحلقة دي اضافت لكم بعض المعلومات اللي ما تعرفوهاش، واذا ما كانتش اضافت معلومات يا ريت تكتبولي في التعليقات اي حاجة لم تذكر بخصوص الاقامة في الحلقة دي. ونشوفكم على خير في حفظ الله. السلام عليكم.